السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع أم عبد الله أتهم. أم عبد الله في البيت، والنهاردة هعمل لكم بسكوت الزبدة الإيطالي الأصلي بمقادير مظبوطة وطعم حكاية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ولايك وشير مع غيركم عشان الكل يستفيد. ندخل على المقادير على طول. ربع كيلو دقيق، 250 جرام، متعدد الأغراض والاستخدامات أو خاص بالكعك والبسكوت، رشة ملح، 200 جرام زبدة، كوباية مليانة، 3/4 كوباية سكر، 110، معلقة كبيرة لبن بودر، معلقة كبيرة نشا. معلقة النشا بحطها على الدقيق بس بشيل منه معلقة دقيق الأول، يعني معلقة النشا بدل معلقة الدقيق اللي شلناها. نجيب طبق ونحط فيه الزبدة، ودي الزبدة اللي أنا عملتها معاكم على القناة، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. نضرب الزبدة بمضرب سلك لحد ما لونها يفتح شوية وتنعم معاكي. ننخل عليها السكر، ولازم السكر يتنخل حتى لو لسه طحناه، والافضل نستخدم سكر مطحون في البيت مش الجاهز، لان الجاهز بيتضاف له نشا وده ممكن يخلي الوصفه تبوظ مني. نضرب السكر مع الزبده لحد ما القوام يبقى كريمي ناعم. ندخل عليهم الدقيق ونقلبهم مع بعض. بعد كده بنستخدم ايدينا ومش بنعجن، احنا بس بنلم المكونات مع بعض، وانا احتجت معلقه زبده كمان علشان ألم العجينة، هي بتبقى عجينة ناعمة وبتلزق شوية في الإيد. نجيب صاج ونحط فيه ورق الزبدة، ولازم نحط فيه ورق الزبدة. نبدأ تشكيل البسكوت اللي عملناه، ودي كمية البسكوت بعد ما خلصناه. نسخن الفرن على 180 درجة لمدة 10 دقايق. دخل البسكوت على الشبكة في الرف الأوسط من 10 ل20 دقيقة على حسب الفرن بتاعك لحد ما يتحمر من تحت. نصف الفرن ونشغل الشواية لحد ما يتحمر من فوق. نخرج البسكوت من الفرن ونسيبه لحد ما يبرد. ما شاء الله، نص كيلو دقيق عمل كمية كبيرة خالص، وده شكل البسكوت بعد ما استوى. هو قوامه ناعم خالص ودايب دوب، وريحته جنان وطعمه حكاية. اتمنى تجربوه، مش هتبطلوا تعملوه تاني. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.